مهنة الطب ايه العظيم وايه مش هقول المعنى تاني بس هقول ايه اللي مش عظيم فيها؟ بص حضرتك، اولا مهنة الطب حاجة من اتنين، يا تبعدك جدا عن ربنا يا تقربك جدا لربنا، مفيش في النص. ما عندناش دكاترة في النص. يا تلاقيه واحد ملحد، بمعنى ملحد كل حاجة واحد زائد واحد يساوي اتنين، القلب شغال عشان هو شغال. لكن اللي عرف ان في خالق فهو ده اللي هيبقى حلو قوي. مهنة الطب حلوة له يعني. يعني انا مهنة الطب، انا هقول لحضرتك حاجة، مثل جميل جدا. كنت في معرض الكتاب قبل الثورة، اخر معرض كتاب يناير اللي قبل الثورة، فلقيت كتاب مكتوب عليه ووتر، كتاب طبي في مجموعة الطب يعني، وكان ب 180 دولار. كان الدولار اياميها ب 6 7 جنيه، 7 جنيه 6 7 ما بتزادش عن كده. قعدت احسبها وبعدين لا يا شيخ ده كتير، لا يا مش عارف ايه، قعدت لحد غلبتني شهوة العلم عن شهوة المال فاشتريت. كم صفحة؟ 2000 صفحة. ده مجلد بقى، مجلدين ثلاثة. هو تو فوليوم. ألف وألف. حلو. بس ممتع، بيتكلم كله حول نقطة واحدة كلها. حضرتك دلوقتي كوباية الشاي دي فيها سكر، أنا دقتها مستطعمها صح؟ تمام. حطيت لك عليها مية تدوقها مسخة، غرقت حاجة. طب أنا شلت السكر؟ لا، أنا بوظت السكر بالتخفيف. آه، ظاهرة التخفيف. تمام. طب ما الجسم كده ويموت، والإنسان يموت لو شربت كوباية مية، هتخش في الدم، الصوديوم اللي كان 140 هيبقى 130 بالمية زي السكر، والجلوكوز هيخف والبوتاسيوم. ربنا عامل أكثر من ميكانيزم، أكثر من 16 ميكانيزم الكتاب بيكلم عنهم، اللي بيها أوعى تحتفظ بنقطة مية. شربت الميه تنزل بول او عرق. الاعضاء المسؤول عن ذلك المخ والقلب والكبد والكلى. الاربع دول. عيان الكلى يورم لانه مش عارف يخرج الميه. عيان الكبد بيجيله استسقاء طبعا. عيان القلب رجليه بتورم لانه مش عارف يخرج الميه. اللي فيه حته معينه في المخ ممكن يعمل له كارثه انه يخفف الصوديوم ويموت. صحيح. تمام. فالكتاب بيتكلم عن الميكانيزم انك انت ما تحتفظش بالميه. مش انا اللي بحتفظ، ده ربنا اللي ربنا يعني انه عامل لك يعني. سبحان الله. يعني يقول لك اشرب ميه طول النهار بس في ضمان انها بتخرج. عمرها ما هتقعد، ده لو قعدت تبقى كارثه. صحيح، تبقى كارثه. ومحدش فكر في النقطه دي يعني. المهم خلصت الكتاب، خلصت في حوالي شهرين مذاكره وتخطيط وتلخيص وسلايدز عشان ايه ناوي اقوله. انا ما بخلص كتاب وافهمه اسجد لله شكر. تعلمت حاجة حلوة، سجدة شكر دي مقدسة يعني في أي حاجة فهمها. لأن أنا اللي عمل لي مخي ده ربنا، مش أنا، مش أنا اللي خدته ورطبته وقلت أنا ذكي، لا. يا واحد طالع كده وواحد طالع كده. وكان المغرب بيدنا الأستاذ محمود، نزلت أصلي المسجد جنب بيتنا. أقسم برب الكعبة لقيت الكتاب كله الراجل قاله الإمام في أربع كلمات، ورب الكعبة في أربع كلمات الكتاب كله. وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. سلام. تأدي الألفين صفحة في أربع كلمات. إن هو ده بقى إيه اللي حببني في هذا الشيخ الغزالي رحمة الله.